اسمع زين، اكو حل واحد عندي، تدري شنو؟ شنو زين؟ انا قلت شيء، انا اقول لك ماكو هذا لحم مال كلب هذا؟ حل الصوره مال كلب هذا يشيله يحط صوره مال خروف. زين؟ يصير يشيل قوطي ثاني الصوره مال كلب يحط صوره مرقوق، يحط صوره مكبوس لحم، وهذا يمشي بالسوق كله، اي واحد يقول شنو هذا اكل اكو في قوطي؟ انت يقول هذا مكبوس لحم، شو تقول؟ هذا مو ماكول. ها؟ شو مو ماكول؟ هذا مو كله ما يصير، هذا ما يصير. ليش؟ ما يصير. شلون يعني حرام؟ حرام هذا. شو حرام؟ ليش حرام؟ حرام هذا. ما عليك انت، مو احنا لازم نمشي البضاعة. شلون نمشي البضاعة هذا؟ نشيل الصورة نحط صورة ثانية بدالها. زين وين الصورة تجيب؟ انا اجيب الصورة، انا اجيب صورة خروف، انت يصير صورة كلب يحط صورة خروف، شوف صورة كلب يحط صورة خروف. او تدري شلون؟ نصورك انت نحطك على بدالها. لا لا انا عندي صورة خروف احسن منك. ها؟ وان اي واحد يسأل بالسوق شفت؟